انا دلوقتي، انت دلوقتي طفل في قريتك، واكيد بتتفرج على التلفزيون وبتشوف رياضات. اول رياضه جت في دماغك انت ممكن تمارسها او انا نفسي اكون بطل في دي، كانت ايه مثلا قبل التجديف؟ الملاكمه. ملاكمه، والله فعلا خامتك تصلح ملاكمه حقيقي، والغربيه فيها ابطال كتير على فكره في الملاكمه ما شاء الله. طيب كان نفسك تمارس ملاكمه، ما حصلش. ممكن القريه في مثلا ما فيهاش ملاكمه او مركز شباب ما فيهوش ملاكمه. دخلت الجيش، اتعرفت على التجديف ازاي اصلا؟ انت لعبت تجديف في الجيش اصلا صح؟ في الجيش. هي ما هي دي هنا الصدفه بقى يا كابتن ابراهيم. مين اللي قال لك تعالى العب تجديف؟ كان اختاروني في المظلات ان انا امثل سلاح المظلات في بطوله السلاح. بطوله السلاح، القوات المسلحه. تمام. القوات المسلحه ما شاء الله عامله لها درع مخصوص بيها، رياضه مخصوصه بيها. طبعا. فاختاروني ان انا امثل سلاح المظلات في القوات المسلحه، بين الاسلحه وبعضها، بين الصاعقه، المظلات، اسلحه كلها قويه. في التجديف. في التجديف. طب انت لسه ما لعبتش تجديف؟ لسه ما لعبتش. خالص. طب حلوه جدا دي. يعني هو قال لك، يعني القائد قال لك تعالى هتلعب تجديف. هو جه اختارني سنك كام سنه؟ قلت له انا لسه كذا كذا. قال لي خلاص، لا احنا هنضمك للتجديف معانا. تمام. صغير، سالني برده نفس السؤال بتاع حضرتك، انت منين؟ قلت له انا من اقاليم طنطا. تمام. طب وريني رجليك، وريني. لا تمام. بنياني طويل. لا مواصفات الرياضه بتاع التجديف، يعني لازم شخص يكون طويل متناسق كده. وبعدين انضميت للمركز التدريب. جيت هنا بننزل مدرسه نتمرن فيها الاول، جهاز ارجوميتر، بدات الدنيا تمشي معايا. وبعدين بدات ازهق بصراحه، ما انا ما كنتش بتاع رياضه. وصحيان الصبح بدري وكده، فما كانش معايا، مش ماشي معايا خالص. دلوقتي بتصحى الفجر طبيعي خالص. الفجر كمان دلوقتي قبل الفجر طبيعي خالص، يعني حتى في البيت كده بصحى برده بدري. وبعدين بدات اتمرن. وبعدين نزلت بطوله السلاح، ما جبتش مركز اول، بس كان المدير الفني للمنتخب بيتفرج على السبات، بينقي العناصر بتاعه المنتخب. قبل ما نكمل البطوله او نخش في البطوله، اول مره ركبت فيها قارب ونزلت علشان يعني تتعرف بقى على الميه وتتعرف على التجديف، شعورك كان عامل ازاي؟ احساسك كان عامل ازاي؟ فاكر؟ فاكر. انا ركبت قارب رباعي. وبعدين كنت بدي في فردي. تمام. بدي في واحد فردي. بعدين بعد مده من الوقت، اسبوع او اسبوعين، انا زهقت حقيقي. قلت لهم انا مش قادر اكمل معاكم، انا مش قادر، المكان ده مش قادر اسد فيه، وبعد اذنكم انا مش هكمل. فطبعا انا خلاص ماشي. كان معانا الاداري بتاعنا حنك فطيم، عارف ان انا مضغوط عليا. كان في سباق، مفيش بعد 3 شهور كان لازم انزل سباق. تمام. كان ضاغط عليا، اتمرن 3 تمرينات في اليوم، الصبح الساعه 12 الساعه 4 مع الفرقه، في تمرينه باخدها الساعه 12 اللي دي لوحدي. فقرص عليا، فانا ما كنتش راجل ولا ليا بالرياضه ولا بلعب رياضه. وبعدين خدني من دار للنار زي ما بيقولوا. فبعدين لقيت الموضوع فيه اجهاد عليا، انا ما فقلت لهم انا مش هقدر اكمل معاكم، لو سمحتم انا رجعوني مكان شغلي. فقال لي خلاص اصبر عبد الخالق معانا هنا اسبوع او اتنين وان شاء الله افكر تاني. فبعدين جه قال لي بص يا عبد الخالق، انا هعرض عليك اخر محاوله، عشان انت شخص طيب، شخص جميل، شخص مؤدب، انا هعرض عليك اخر فكره معاك. تنزل سكيف. سكيف اللي هو فردي. سكيف اللي هو الفردي. فقلت له انا مش نافع في الاربعه. سكيف ده اصعب. قلت له كده والله. قلت له انا مش نافع في الاربعه، ما يعني في وسط الاربعه وفي وسط الاربع افراد انا مش عارف اقدف، ومش هنفع في السكيف لوحدي، ومع انه حمله اكتر وتفكيره اكتر وكده. قال لي جرب، انت مش هتخسر حاجه. تمام. وبعدين بدات اجرب، يا دوب اول ما حطيت القارب في الميه وركبت فيه، زي ما حضرتك حصل مع حضرتك، وقعت على طول. قلبت. ده كده اكتشاف. يعني هو اكتشفك لما وقعت. صح. فبدات اتقلبت. النهارده اكتشفتوني بقى لما وقعت. اي حقيقي. فلقيت الموضوع فيه متعه بصراحه. حقيقي. لا، في شغف، في حاجه جديده، في كده. بدات اجرب تاني مره، امشي شويه مسافه بسيطه 200 متر برضو، اقلب امشي شويه وكده، وبرضو الدنيا تمشي معايا كويسه. فلا، حسيت الموضوع في شغف جديد خالص، في متعه جديده خالص. ومن هنا بدات بقى المشوار بتاعي. دخلت قالوا لي خلاص هتنزل يا عبد الخالق سابق السلاح بتاعك. قلت لهم تمام. المدير الفني للمنتخب كان بيختار العناصر بقى بتاعته. في الوقت ده انا جبت تقريبا تالت. تمام. تالت قوات مسلحه في اول سبق ليا. بس عملت سبق مع الاول والتاني، كان مالهم في مده طويله من الوقت بيجدفوا. كل واحد لا يقل عن 3 سنين أو 4 سنين. فالخبره عندهم اعلى بكتير خالص. طبعا. فعملت معاهم سبق قوي جدا لحد نهايه خط الفينش. جه المدرب الفني قال خلاص، لا عبد الخالق ده من ضمن التيم بتاعنا. خدوك المنتخب العسكري.
لا ولا منتخب مصر العام؟ منتخب مصر العام. تمام تمام. عبد الخالق يبقى من ضمن التيم بتاعنا. دخلت معاه في دخلت التيم ده، بدات ايه اهدف دبل دبل مع صديقي مصطفى فتحي تمام برعم، وبدات اهدف معاه، ومن هنا مشيت المراحل. كنت حوالي رقم 4-5 في المنتخب، ترتيبي لسه ما كنتش رقم واحد الحمد لله. الكلام ده كان سنه كام فاكر؟ كان الكلام ده 2000، انا انضميت للمنتخب 2010 تمام، وبعدين جت الثوره قامت، بعدين اتعزلنا شويه، وبعدين اواخر 2012 انضميت لي اواخر 2012، يعني 2013 في البدايه، البدايه الصح الصح.